بحكم عمله كوكيل سابق في الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة الرقابية الأعلى في مصر. اقترب عاصم عبد المعطي كثيرا من ملفات فساد تطال مسؤولين في جهات حكومية وخاصة تؤكد على انتشار هذا الفساد بين مستويات إدارية مختلفة في الدولة المصرية. الفساد في مصر منتشر من القمة للقاع، وبالتالي يجب أن ننظر إلى الفساد على أنه منظومة تتغلل في كل أجواء المجتمع المصري ويجب مكافحتها. فبالتالي لما يظهر مظاهر الفساد على الكبار، هذا ليس جديدا على الفساد في مصر. الفساد ينتشر في مصر لأنه لا يجد من يواجهه، وبالتالي لا توجد سياسة قاطعة لمكافحة الفساد. ومن يضع السياسة القاطعة لمكافحة الفساد هو السلطة التنفيذية القائم بها الفساد، وبالتالي حين ما نقدرش نقول أن مكافحة الفساد في مصر مكافحة جادة. يجب أن يكون مكافحة الفساد في مصر من خارج أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهنا يجب أن يكون هناك صلاحية للأجهزة الرقابية، ويجب أن تكون هذه الأجهزة الرقابية مستقلة تماما. ما يكشف عنه جهاز الرقابة الإدارية من قضايا رشوة وفساد بشكل شبه يومي لمسؤولين حكوميين كبار عكس جزءا من ظاهرة يراها مختصون منتشرة في مختلف القطاعات وتقدر تكلفتها بمليارات الجنيهات يتحملها اقتصاد يعاني من أزمات وصعوبات كبيرة. طبعا اللي بياخد يعني زخم إعلامي أكبر هو القضايا الكبيرة، يعني مستشار وزير الزراعة، مستشار وزير المالية، رشوة مجلس الدولة، مستشار وائل شلبي يعني اللي مات يعني على إثرها، رئيس الجمارك مؤخرا. دي كانت القضايا الكبرى اللي شغلت بال الرأي العام. كان في صغار الموظفين بيتحقق معاهم بس مش بتاخد زخم قوي في الإعلام. الكشف عن الكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد ده مرده الرئيسي لوجود كثير من الفساد من جهة، والوجه الآخر يتعلق بإرادة الدولة في الكشف عن هذا الفساد. في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تحاصر المواطن المصري مع فاتورة باهظة لفساد يلاحقه ويتحمل وحده تكلفتها، يرى البعض أن المعركة ضد الفساد تزداد صعوبة وتعثرا في ظل الأزمات وتدني الأحوال المعيشية. رغم جهود الأجهزة الرقابية في ملاحقة الفاسدين في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة، إلا أن مصر سجلت تراجعاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لتحتل المرتبة 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة طبقاً لمنظمة الشفافية الدولية. من القاهرة محمد محي الدين، اليوم على الحرة.